طبعا احنا شهدنا الحقيقة كلنا وشرفنا بتشريف سيادة الرئيس للندوة التثقيفية رقم 40 للقوات المسلحة بمناسبة طبعا مرور 51 عام على نصر اكتوبر. واعتقد يعني الرسائل المهمة جدا 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 اللي استشعرناها من هذه الندوة مهمة قوي، وخاصة ما يعني اشار اليه فخامة الرئيس في حديثه. وأنا عايز بس يمكن أركز على النقط اللي أشارها فخامة الرئيس، وهي إن إحنا بنتحرك في ظل أوضاع مضطربة بيشهدها الإقليم، وبتفرض علينا رغم انحيازنا طبعا لخيار السلام المستدام الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن. دي شيء مهم جدا لازم كلنا كمصريين نبقى عارفين، لان هذا هو السبيل الوحيد لصون وحماية السلام اللي احنا موجودين فيه. وبدون دولة قوية بكل مقدراتها هيبقى احنا ممكن نكون، يعني مش هيقول كلمة، ولكن ممكن نكون مطمع، او يعني ممكن يكون تحت تهديد من اي قوة اخرى. وبالتالي يعني القوة الشاملة وبناء القوة الشاملة ده شيء مهم جدا لردع اي محاولات ل يعني جرجره مصر او تهديد مصر باي شيء في هذا الشان.